انا بتكلم عن تغيير فوري جذري. طيب هقول لك على حاجه، بس اولا طبعا انا بشكر الناس اللي في ناس كده بتحبني الحمد لله، بتروح جايه في اول بيجي حاجه تحصل ولا ليه علاقه والله بيهم، وفي اصحاب ليا، بس في ناس انا ما اعرفهاش خالص، في صداقه روحيه كده دايما الاقي ان هم في الاوائل كده راحوا ايه مديني دفعه جامده جدا، مش علشان البروباجندا اللي بتتعمل، مش عشان الدعايه، لا عشان الثقه اللي بتديها لك. زي بالظبط دول زي ال 500 متفرج الاولاني اللي تابعوني من ايام الهناجر، الاستاذ بيتر بيمي، بشكر الاستاذ تامر مرسي والاستاذ حسام شوقي، ده راجل عظيم وبيعمل شغل بيه يعني على دماغنا كلنا من فوق، على انه فعلا لو تشوف، انا شفت مع 4-5 مسلسلات ازاي بيولف ده مع ده مع ده مع ده، شغل بلاننج فعلا مش عشوائي. بيتر ميمي أثبت نفسه مرة أو اثنين وثلاثة، وبقى كل الممثلين كويسين نفسهم إن هم يشتغلوا معاه، ولما اشتغلت معاه بصراحة لقيته في الحتة الجميلة اللي في الممثلين اللي في المخرجين الجامدين، السلاسة والبساطة، ويعرف يقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه. صبري فواز والعبد لله، أظن إن احنا هنعمل هنجيبه جوا إن شاء الله. أكيد ردود الأفعال امبارح خضتك جدا زي ما أنت خضتك. أنا ما بص بخاف ساعات ان يبقى في توقعات زياده عن اللازم، لان انا جربت كل حاجه، جربت ان انا اشتغل بالدعايه بايدي انا، يعني انا قعدت سنين انا بدير فريقه المسرح بتاعتي 15 سنه، معناش فلوس فعندنا جهد، فالولاد بيشتغلوا في المسرح بيقطعوا نفسهم وانا بخرج وبكتب وبعمل اسلوب الدعايه، ما كانش عندي حاجه، انا كنت بكنس المسرح بايدي علشان ما عنديش عماله، ومع ذلك بروح بالليل عشان اعمل الدعايه، جربت ان انا اللي اجري ورا الدعايه، جربت اسيب الدعايه تمشي لوحدها، جربت الدعايه تبقى مع المسؤولين، جربت كل الاشكال. في ساعات بيحصل توفيق من عند ربنا جميع الاشياء مع بعض، يعني ما يكفيش انك انت تحب واحده في السن الحلو وهي بنت وناس طيبين وكلام ده، لا لازم في توفيق في الظروف، تكون مخلص جيشك وتكون لقيت وظيفه وتكون ما اتخانقتش مع المدير اللي هتتخانق معاه بعد 5 سنين وحاجات كده. طيب فاهم قصدك؟ قلت لي انا 500 كانوا بيحبوني، والعدد ده بالنسبه لي كان مقدس في حياتي. نوع العمل ده التقيل ده ما ينفعش انك انت تبقى متوقع انك انت هتخلص بسرعه، ما ينفعش تبقى متوقع انك انت خلصت مشهد ما يمكن يبقى فيه مراجعه للمشهد، لانه انت هنا في تسليم معلومات لامه، افرض ان انت عملنا معلومه غلط، النسر كان غلط، البتاع الزرار غلط، عيد المشهد لازم تعيده، لان دي مسؤوليه. تخوفاتي انا منه؟ انا ما عنديش انا دلوقتي تخوفات غير ان انا هل بادي شغلي كويس ولا لا؟ بعمل السعي بتاعي مظبوط؟ باتقن عملي ولا لا؟ اي حاجه بعد كده على ربنا، وانا من ساعه ما بدات افكر كده استريحت كتير.